كالعادة كلما مني الانقلابيون بهزيمة يحاولون صرف الأنظار عنها ببيع الوهم والانتصارات الزائفة التي لا أساس لها على الإطلاق. نحن نقف الآن في موقع الطلعة الحمراء، وكما تظهر الصور حالة الاستقرار التي تسود المكان، ومنذ الخامس من أكتوبر من العام المنصرم تعد الطلعة الحمراء معبر أو ممر للقوات الشرعية والمواطنين من وإلى منطقة صرواح أو المواقع المحررة في منطقة صرواح. وننتقل الآن إلى موقع آخر ضمن المواقع المحررة في المنطقة للتوضيح أكثر. من أمام معسكر كوفل هنا على يميني يظهر المعسكر في حالته الطبيعية، والذي أصبح بمثابة مؤخرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ويبعد مسافات طويلة عن خطوط المواجهات التي سننتقل إليها الآن أو على مشارفها لتكتمل الصورة هناك. هنا في ميسرة جبهة صرواح، حيث تراوح المواجهات منذ أشهر في هذه السلسلة الجبلية، ويسيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أجزاء منها، بينما يسيطر الانقلابيون على الأجزاء الأخرى من هذه السلسلة الجبلية. يبعد مركز ميدلية صرواح عن هذا المكان قرابة 3 كيلوهات، وبموازاة خط المواجهة في الميسرة يقع خط المواجهة في الميمنة وكذلك في القلب. هذا بالنسبة للجبهة الغربية في صرواح. أما بالنسبة للجبهة الشمالية فقد انتقلت فعليا إلى محافظة صنعاء، خصوصا بعد استعادة معسكر فرضتنهم من يد الانقلابيين وتأمين الجبال المحيطة بالمعسكر. وفي الجهة الشرقية الشمالية لم يتبقى سوى منطقة الصفراء المحاذية لمحافظة الجوف. عبدالله القادري، القناة بلقيس الفضائية، مأرب.